وخلونا نروح معاكم لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بإصابة عدد من المواطنين بنزلات معوية في قريتين بمحافظة أسوان. وزارة الصحة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمتابعة الوضع، بما في ذلك سحب عينات من مياه الشرب الخاصة بالقريتين بمحافظة أسوان، وإخلاء بعض المناطق، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين. الوقوف على تفاصيل اكتر خلينا نعرفها من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وبعد التحيه يعني حابين نعرف من حضرتك اخر تطورات الوضع في القريتين يمكن اللي حصلت فيهم حالات النزلات المعويه. صباح الخير استاذه جمانه، صباح الخير استاذ محمد، تحياتي لكما ولمشاهدي حضراتكما. هي خلينا نضع الساده المشاهدين في صوره ما حدث بشكل واضح جدا في بعض قرى محافظه اسوان، وده تعبير دقيق جدا لانه الاصابات او الابلاغ عن النزلات المعويه ليس في كل المحافظه، لكن هو تحديدا في منطقه ابو الريش او في قريه ابو الريش وبعض القرى القريبه منها في مركز زراعه. احنا بدايه من 11/9 تلاحظ لدى اجهزه الرصد او قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة انه في عندنا زيادة في معدلات الابلاغ والتردد على المستشفيات لحالات النزلات المعوية اللي بتعاني من غثيان ورقيء واسهال. على يعني بعد ابلاغ السيد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار بهذه الزيادة، كلف نائب الوزير مع فريق من الطب الوقائي بالتوجه الى محافظه اسوان لمتابعه الوضع بشكل ميداني ودقيق. حقيقه تم التنسيق مع السيد المحافظ واللواء اسماعيل كمال بالاضافه الى شركه مياه شرب الصرف الصحي. الفريق ده اتحرك على ثلاث محاور، المحور الاول التاكد من سلامه مياه الشرب، وتم اخذ عينات من اكثر من 103 محطه لمياه الشرب في جميع محافظه اسوان، والحمد لله جاءت العينات كلها تؤكد عدم وجود اي تغير كيميائي او تغير مايكرو بيولوجي. ايضا الفريق بالتعاون مع شركه الميه بدانا في اخذ عينات من المنافذ او من اماكن التوزيع في منازل الساده اللي اصيبوا او المرضى. المحور الثاني كان التوجه للمستشفيات لمناظره الحالات والتاكد من معدلات التردد وتلقي المرضى العلاج المناسب. المحور الثالث كان المرور على الباعه اللاجئين واماكن تقديم الطعام، عشان الاعراض دي غالبا ما ترتبط بتلوث او تنتقل من خلال المياه او الطعام. طيب لما مرينا على المستشفيات اللي هم تحديدا مستشفى الجامعه، مستشفى المسله، مستشفى الصدافه، مستشفى دراهو المركزي، لقينا انه من اجمالي اللي ترددوا على المستشفيات عدد اللي احتاجوا ان هم يتحجزوا في المستشفيات خلال الفتره الماضيه دلوقتي بنتكلم على 128 حاله. خرج منهم الحمد لله حتى الامس 22 حاله خروج تحدي. تمام. كمان تم المرور على 163 منزل سواء في زراوف او في ابو الريش، والاطمئنان على الوضع الصحي لمن يعاني من اي اعراض. طب الحالات اللي ما زالت موجوده بالمستشفيات حابين نطمن على حضرتك على حالتها الصحيه، ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه زي ما حضرتك قلت العينات اللي سحبت من مياه الشرب ما فيش اي يعني من مشاكل المحطات. من المحطات التي تم سحبها من المحطات ما فيش اي مشكلات، كلها جاءت سلبيه لاي نوع من انواع التغير الميكروبولوجي او الكيميائي. نتائج العينات اللي تم سحبها من المنازل هتظهر خلال ال 48 ساعة. يعني الأطعمة أو الطعام، لأنه كان في أصوات أو أقوال كده بتقول إنه ممكن يكون ده بسبب بعض المولد النبوي وبعض الأطعمة أو الحلويات، إلى أي مدى الكلام ده صحيح؟ يعني زي ما ذكرت لحضرتك النهارده ال 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 العينات اللي تم تحليلها سواء من الأطعمة أفادت بإنه في كان في طعام ملوث، كان في بعض أنواع البكتيريا الهيلوباكتر وغيره، كلها بتسبب نزلات معوية. النزلات المعوية دي لها أسباب فيروسية كثيرة ممكن تؤدي إلى هذه الأعراض. فكان في بعض الأطعمة فيها تلوث، لكن ما زالت برضو عشان نكون جازمين ومحققين ومدققين بنقول إنه خلال ال 48 ساعة القادمة هتظهر كل البورتفوليو بتاع النتائج المعملية،
اللي هيتم الاعلان عنها، لكن ما ظهر فعليا وهو بشكل واضح انه محطات المياه سلبيه ليس فيها اي نوع من انواع التغيير. انا بس عايز برضو عشان اؤكد على مجموعه من الحقائق، لانه انتشر خلال الفترات الايام القليله الماضيه انه مستشفيات اسوان تكتظ بالمرضى، وبداوا يجيبوا صور من اماكن خارج جمهوريه مصر العربيه ويقولوا ان دي المستشفيات ولا يوجد اماكن في المستشفيات. انا عايز اقول لحضرتك انه النهارده معدلات الاشغال في المستشفيات اللي هي الاربعه اللي احنا ذكرناهم مش مستشفيات اسوان، بعد ارتفاع معدلات الاصابه بالنزلات المعويه زادت بنسبه 10 لـ15%. ويعني يمكن لو حضرتك تعرف ما تم في فيديو تم تصويره بالامس للمرور يبين وضع المستشفيات الحقيقي في محافظه اسوان او الاربع مستشفيات اللي اتكلمنا عليهم. الحقيقه احنا الامور بتتحسن خلال الفتره اليومين ثلاثه اللي فاتوا، معدلات الابلاغ قلت من اقصى معدل ليها اللي كان عندنا، اقصى معدل كان يوم 19/9 كان فيه 25 ابلاغ عن تردد على المستشفيات، 25 حاله. الرقم ده بدا ينخفض بدايه من امس واول امس. برضو من اضع تحت نظر الساده المشاهدين ما ذكرته منظمه الصحه العالميه عن حالات النزلات المعويه، ان اكثر من 80% من الحالات لا تحتاج الى انها تدخل مستشفيات ويتم علاجها بشكل في المنزل، وانه الحالات التي تحتاج الى دخول مستشفيات اما المرضى اللي هم تاخروا ولم يتلقوا العلاج في وقت مبكر، حصل عندهم نوع من انواع الجفاف واختلال في الالكترولايت اللي هي المعادن والاملاح اللي في الجسم، ودول اللي بيحتاجوا يدخلوا المستشفيات، او المرضى اللي عندهم كوبوربيديتي اللي هم عندهم اعراض امراض مزمنه، ارتفاع السكر، ارتفاع ضغط الدم، امراض القلب، دول اللي بيحتاجوا يدخلوا مستشفيات، اما بقيه المرضى وهم الاغلبيه فلا يحتاجوا الى العلاج في المستشفيات، ويتم علاج الحاله من يومين الى 10 ايام الأحوال. من المهم جدا برضو عشان نحافظ على الصحة العامة الالتزام ببعض الإجراءات الصحية، غسل الأيدي بشكل مستمر خاصة بعد دخول المرحاض أو قبل الأكل وبعد الأكل، تأكد من غسيل الفواكه والأطعمة بشكل جيد، عدم شراء الأطعمة من البيع الجاهلين، والتأكد من التدخين الجيد والطهي الجيد للأطعمة قبل تناول. ده الوضع بشكل واضح ومحدد وصريح بدون اي نوع من انواع التهويل او نقل ما ليس حقيقيا. طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه الايضاحات، ومهم جدا فكره او مبدا الشفافيه وفكره المكاشفه طول الوقت، وان احنا نطمن المواطنين بكل اللي بيحصل اول باول، وايضا المتابعه والوصول لحقيقه او الوقوف على الامر زي ما حضرتك كنت بتتحدث يا دكتور حسام، هي كمان نقطه مهمه جدا. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، ويعني نتمنى طبعا الشفاء العاجل لكل المصابين.